مرحبا، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج درب، رحلة وعي من تجارب الحياة، معي أنا منى كنعان ونادي قراء أداة. درب يجمع لكم خلاصة تجارب ضيوفه ويقدمها لكم على طبق من ود، محملة بالكثير من المعلومات الملهمة والمفيدة المختصرة والواقعية. ضيفنا لهذه الليلة مدرب قراءة مثابر ومتفائل ومتعاون ومحب للثقافة. رحبوا معي بعد قليل براوي قصص الأطفال المقدم والإعلامي أحمد طابعجي. كعادتنا سنقفل التعليقات حالما يبدأ اللقاء منعا للتشتت، ويسعدنا استقبال الأسئلة والاستفسارات عبر أيقونة السؤال في أسفل البث المباشر. أهلا بكم. أهلا، مساء الخير. يا أهلا وسهلا، مساء الأنوار. نورتنا ونورت نادي قراء أداة. والله النور بكل من حضر، وشكرا لك على التقديم، أنا تابعتك من البداية. الله يسعدك. إيش تحب تضيف عن نفسك أستاذ أحمد، أو نبدأ بالأسئلة؟ أول شيء أرحب بك أستاذة منى وبكل الموجودين معنا على حساب نادي قراء أداة، وأنا سعيد بهذا اللقاء. إحنا الأسعد والله، ومن زمان على اللقاء لهذا اللقاء، وأخيراً الحمد لله. ومن زمان على اللقاءات الأونلاين، الحمد لله رجع اللقاءات اللايف حضورياً، فاللقاءات الأونلاين ما اشتقت لها لسه، بس اللقاء اليوم استثنائي يعني. شكراً. استثنائي. أي طبعاً. نشكرك والله، يعطيك ألف عافية إنك أتحت الفرصة لينا. شرفني. يسعدني وشرفني. نبدأ الأسئلة. بسم الله. كلمة الإيجابية للأسف أصبحت ذات سمعة سلبية وسيئة، طبعاً لتكرارها المثالي في غير موضعها. اليوم حابة أحسن صورتها بإجابتك. إيش مفهومك عن الإيجابية والعقل الإيجابي؟ جميل. طيب خلينا نقول أول شيء إيجابية كلمة جميلة، كلمة تفتح نافذة للأمل، كلمة بتقول إنه بكرة أحسن، بس بتقول إنه اليوم برضو كويس، إذا فهمنا معنى الرضا، إذا فهمنا معنى التعايش. الإيجابية ما هي إنه أنا أكون 100% لحظاتي وحياتي كلها تمام. الإيجابية إنه أنا أعاني وأبكي وأحزن وأفارق وأفقد وأعيش وأحقق وأفشل وأنجح وهكذا أتقدم. أحد الفلاسفة بيقول أنه نحن نضطر إلى أن نعود إلى الماضي، ولكن لا بد أن نسير إلى الأمام. فهذا يعني أنه لا يمكن أن نسير إلى الأمام على طول، والماضي مليء بأشياء ممكن حلوة ممكن مو هي حلوة، بس السير إلى الأمام مع وجود كل هذه الدراية والوعي هو شيء من الإيجابية. العقل الإيجابي هي طريقة التفكير، أنا كيف راح أفكر. وللأسف أوقات نحن لما نكون مع أشخاص نتشارك مع بعض شيء واحد، ولكن زوايا مختلفة في التفكير، ننجن إنه يا أخي أنا شايف الموضوع بهذه الزاوية وأشوف إنه فيه خير، هو يقول لا أبداً، أنا أشوف إنه فيه ويخطيه ومش عارف إيه. فنجد إنه يا الله الشيء واحد، ولكن زواياه قد تكون مختلفة باختلاف طريقة التفكير. وبكده لا يمكن أن نعمم جميع الزوايا التي نرى بها على الآخرين، ويختلف كل شخص لآخر حسب مجتمعه وبيئته وثقافته وتربيته وما إلى ذلك. بس حتما الإيجابية كمعنى نتفق عليه، ولكن كطريقة تناول تختلف من شخص لآخر حسب حياته. فعلا صحيح، يعني اختلاف النظرة وحتى طريقة يعني ميزان الأمور عندنا، صح؟ الحياة ما هي كلها نجاح، الحياة ما هي كلها إنه ضحكة وروحة وجاية، في أشياء
لابد. على فكرة يعني تخيلي لو كل يوم ناكل كنافة، مع اني احبها يعني، هتصير حياة فيها غثيان. فعلا ولازم شوية ملوحة يعني. عبد صح. الوهاب، ايوه عبد الوهاب الملحن يعني، كان في كتاب له، ايوه هذا الكتاب جمعه فاروق جويدة وساعدته فيه نهلة مقدسي اللي هي زوجة عبد الوهاب، فأخرج الكتاب بعنوان أوراقي، وهي تعتبر مذكرات ويعني وأفكار كتبها عبد الوهاب على مدى السنوات. المهم، فمن ضمن ما هو موجود في الكتاب أنه في اللحن لا يمكن أن يكون اللحن كله على مقام واحد، أو اللحن كله يكون على مستوى من الانتشاء عند المستمع، لابد من حالة من الركود من أجل يعني صعدة ثانية التنويع أو أو طلعة ثانية، نقلة ثانية. هكذا هي الحياة. فعلا والله انك صدقت، يعني كان لازم نسألك السؤال هذا من البداية عشان نفتح نفسنا للحوار وللحياة كمان معك. يلا يلا. يلا نجي لزاوية القراءة شوية، نجد قارئا يحفظ الكتاب نصا ومعلومة، والآخر الذي يفهمه نصا ومعلومة، كيف يتذكر القارئ ما قرأه أو المعلومة من غير أن يحفظها؟ يا سلام، جميل. شوف، دائما ما يثبت هو ما يكون أكثر مطابقة لحالتنا، سواء كانت العقلية، النفسية، الاجتماعية والثقافية. لذلك أوقات نقرأ كتب ولا نشعر بشيء اتجاهها، ونقرأ نفس هذه الكتب ولكن في وقت آخر فنشعر وكأن الكتاب أتى كمساند أو كحالة اتكاء، من أجل إيش؟ إن إحنا نشوف شيء ما إحنا شايفينه. فليش؟ لأنه جاء في الوقت المناسب، زي الأغنية لما نسمعها أوقات تمر وما تأثر، ما تأثر فينا شيء، بس تيجي في وقت، في حالة شعورية نشعر فيها بفقد مثلا، أو نشعر بحالة حب، أو بأي حالة كانت، فتيجي الأغنية مطابقة سواء كان لحن أو كلمة. هنا تثبت المعلومة، تثبت الشخصية، يثبت أكثر من يعني من حكاية كلمة أو جملة، ربما تثبت يعني حتى الحالة اللي قرأنا فيها تلك المعلومة فثبتت زي كذا. عشان كذا أوقات لما نعلم الأطفال نعلمهم أشياء ما يحتاج فيها إن نشرح، بس لابد أن نمثلها بصوت وبحركة حتى تثبت يحفظ، في العقل أيوة أو حتى تحفظ، يحفظ هذه المعلومة ليس فقط كجملة، برضو يتذكر من خلال نافذة الحركة اللي سويناها أو الصوت اللي سويناه. فكيف تثبت المعلومة في ذهن القارئ؟ مو بشيء واحد يعني، ما هي عملية تلخيص فقط أو عملية إن أنا أأشر، هذا كله مطلوب طبعا، بس في عوامل أخرى تساعد في الحفظ، مثل اتفاق الحالة الشعورية عند القارئ مع الكتاب المناسب. حلوة، معلومة حلوة، يعطيك العافية. طب أستاذ أحمد، بما أنك راوي قصص أطفال وحضرتك ذكرت دوبك المعلومة أو مهتم بأدب الطفل، نلاحظ الآن تعلق الأطفال بالألعاب الإلكترونية، هذا الشيء أفقدهم اللهفة تجاه الكتب والقصص، كيف نعيد أطفالنا إلى حب القراءة؟ اليوم كنت بقرأ كتاب اسمه A Child of the Book، A Child of Books، لجينيفر، لأوليفر، أوليفر جيفرز أو شيء زي كذا. الكتاب مر بسرعة، المهم إنه رائع في محتواه، ساحر، أخذني. وله كتب أخرى، الولد الذي أكل الكتب أو شيء زي كذا. الحكاية إنه كيف نقدم هذه القصة بطريقة جاذبة وسط ما يتلقاها الطفل من عوامل جذب من كل مكان، وأكثر تسلية من الكتاب على فكرة. يعني نحن نقول تعال تعال شوف إنه كتاب جميل، أو نقول مثلا تعال أقرأ ترى مرة مفيد، بس مو الفائدة هي اللي تجذب الطفل، أو مو الفائدة اللي هي تجذب جميع الفئات العمرية. في عوامل جذب أخرى، ممكن أنا كقارئ يعني أنا كراوي للقصة أكون عنصر جذب. لذلك لابد أن نحن نتكاتف في أن نقرب الكتاب من الطفل، ليس فقط ككتاب، الراوي له دور،
الرسام له دور اللي راح يرسم هذه القصة، القاص نفسه يبتعد عن الأسلوب المباشر والوعظي، يبتعد عن الأساليب التي تقدم المعلومة وكأنه طبق جاهز. الطفل ذكي، الطفل بيتلقى المعلومة وسريع بلقطها، فعشان كده لازم نواريها بأسلوب نخليه أكثر جذبا لهذه المادة، لأنه بطبعه الطفل فضولي، فلابد أن نداعب هذا الفضول عند الطفل، لأنه ما نقدم له الشيء جاهز، نقدم الشيء كده يعني متخبي. من وراء هيك. نعم، لازم يكون متخبي شوية. نحن كمان يعني، أنت مثلا أستاذة منى، في خليني أطلع كتابك، تصدقي موجود هنا الباحثون عن الدهشة؟ أنا كنت حاطه هنا بس، وكنت أيوه هشوفيه، ايوه ترى بالصدفة جالس والكتاب هنا، بس تذكرت إنه هو هذا مكانه. فمثلا أنت لما تكتبي، أنت مثلا لما تكتبي، القارئ ذكي، لا ما يبغى الشخصية تظهر له بسرعة، ما يبغى مثلا هذا التقديم المباشر، يريد شيء من اللف والدوران حتى تظهر ذكاء القارئ وتجذبيه أكثر إلى نهاية الكتاب. صحيح. فأيوة، فهذه النقطة مهمة جدا لكل كتاب، لكل عفوا كاتب ورسام وراوي قصة، بأن يستخدم أساليب تناسب طفل اليوم مو طفل حق أول. يعني حضرتك بتقول لازم نحترم عقلية الطفل، نحترم فضوله، نحقق عنصر الإبهار في الكتاب أو حتى بطريقة إبراز هذا الكتاب، صحيح؟ صح، حتى نلخص النقاط يكون أسهل على نعم، الأسرة، صحيح؟ ايوه صحيح صحيح. هل من معلومات أخرى أم؟ يعني اذا كان مثلا ايش اللي يجذب الطفل اكثر يعني للكتاب، اول شيء خلينا نشوف الطفل ده كم عمره، اذا كان من 3 ل 5، غير من 6 ل 8، غير من 9 ل 12، غير مرحلة اليافعين اللي هي من 12 ل 15 سنة. فلكل فئة في تقسيمة كتب مختلفة، لكل فئة في تناول مختلف للكتب، تمام؟ طيب، شيء ثاني، ألا يكون الكتاب وحده هو إيش؟ يعني ما يكون الكتاب وحده هو العملية التقريبية من أجل أن يقرب الكتاب إليه. نقدر نقرب الكتاب للطفل بطرق مختلفة، مثلا أنه نقرب الكتاب للطفل بألعاب، مثلا زي هذه اللعبة أرض القصص. أرض القصص هذه لعبة فيها مجموعة من الكروت، في كل كرت في جملة، هذه الجملة تخيل أننا نستطيع أكل الموسيقى والألحان حتى نحتفظ بالنشوة والطرب بداخلنا. فتخيل أنك تقدر تأكل موسيقى، أكتب عن هذا الخيال قصة. فهنا أعطيتي مسؤولية للطفل بأنه يوصف خياله على الورق بكتابة، أو ممكن يرسم اللي تشوفيه. أيضا في هذا الكتاب مثلا رسمات، مثلا هذا قمر وهناك مجموعة من القوارب الورقية ونجوم. تخيل أن هناك ورق على شكل قوارب في الفضاء، ترى مين اللي عمل هذه الأوراق وشكلها بهذا الشكل؟ فيعني برضو عملية تحفيز الخيال عند الطفل هذه مهمة، ويخاطب الطفل حسب عمره. يعني أنا ما هقدر أتكلم كده بأسلوب مرة طفولي مع صح، واحد عمره 9 ولا 12 سنة، هيتريق ودائما عليه. تركز على هذه النقطة حضرتك، لازم نكون واقعيين وأكثر مصداقية بالتعامل مع الطفل حتى بقراءة القصة. وفي نمطية أستاذة منى جعلت قراءة القصة عند الأطفال مملة. يعني مثلا أجي أقرأ قصة للأطفال وأقول ولكن عندما ذهبت إلى هناك وجدت أن الشجرة بعيدة جدا، فلماذا لا نذهب جميعا؟ لا، هذا الأسلوب ينوم، لابد من أسلوب تمثيل الشخصيات، لابد من أني أعيش أجد القصة. أعيش القصة، أعيشها. هذه يعني هذه النمطية توارثها بعض الرواة، عشان كده ما واكبوا
سرد القصة بطريقة تفاعلية لطفل اليوم. فلا بد أن يكون في تفاعل أكثر مع الشخصية شوية. خلينا نفك عباية الراوي اللي جالس. أتحرك أتحرك يا راوي القصة، ومع ما يلقيه عليك السرد من حركة وتفاعل. مع ما يتناسب مع القصة أيضا. طرق أيوه حلوة، يعني لا نحصر القراءة فقط بكتاب، ممكن ألعاب، ممكن مسابقات وتحفيز الخيال زي ما حضرتك ذكرت، يعطيك العافية. طيب، التطوع والعطاء من أسمى ما في الحياة، أو أسمى المشاعر الإنسانية والأفعال الإنسانية، لكن متى يتحول مفهوم التطوع إلى استغلال؟ شوف، على سيرة التطوع، يعني الحمد لله التطوع موجود في حياة كل من يريد أن يعطي. على المستوى الشخصي موجود في حياتي من أيام الجامعة، ما شاء الله تبارك الله. وبدأ بشكل عام. يعني بدأ التطوع من أجل تنظيف مكان ما، أو مساعدة فئة من الناس، أو ولكن بعدين صار أكثر تخصصا في أن أكون متطوع من أجل أن أحفز الناس على أن يقرأوا وأن يصادقوا الكتاب. وهذا الشيء اللي يعني بدأ من 2008. ما شاء الله تبارك الله. قبل 2008 كان تطوع بشكل عام. طيب إيش الفائدة؟ وبعدين الفائدة هو إنه تحقيق للذات واعتبار لها، لأن الإنسان يبغى فلوس. طبعا الإنسان يبغى يتعلم، يبغى يشتغل، بس يبغى يقدر نفسه من خلال التأثير على الآخرين. فيأتي التطوع ليلبي هذه الحاجة الإنسانية. التكافل أيضا جميل. نحن ما ننبسط لما نشوف قد إيش حجم، قد إيش مساعدتنا بتفرح الآخرين، أكيد بننبسط. فالتطوع يفعل ذلك وأكثر. من الأمور الأخرى اللي تساعد التطوع على وجوده في حياة الإنسان العلاقات. والله يعرف ناس كان التطوع هو المدخل الوظيفي لهم بشكل مرة كبير. فهذه نقطة يعني بجد تحسب لهم، إنه كيف التطوع ما هو مصلحة. لا لا بناء علاقات، يعني لا شعوريا تبني علاقات مع كل تجربة جديدة، هذا اللي طبعا تقصده صحيح. أكيد. وهذا الشيء اللي بينعكس أصلا على العمل. فالعمل التطوعي أكيد ما راح يكون يد واحدة، أكيد يعني أكيد تعاون، مجموعة أيادي نعم تتعاون من أجل إنجاز عمل ما. فهذه علاقات بتبنى، وهذه العلاقات بتكبر، وهؤلاء الأشخاص بيروحوا لأماكن مختلفة. فلذلك راح يكون هناك شبكة علاقات ومعارف أساسها التطوع. متى يكون استغلال؟ أحب أقول لك إن والله ترى في درجة وعي جيدة الآن عند الأوساط التطوعية في مفهوم الاستغلال تحديدا، بأنه تعال تعال اشتغل، وإيش وبعدين يكون وراء هذا الشغل ولا شيء. طيب هو أكيد ولا شيء، لأنه تطوع يا أحمد. بس لما يكون تطوع لأجل جهة ربحية، أو تطوع لأجل جهة في رعايات وفي ميزانية، وأنا أتطوع ليش؟ ليه ما تكافئني زي باقي أي واحد شغال في هذه الفعالية؟ إذا هنا التطوع لابد أن يكون له اسم آخر، ما هو تطوع، هو تعاون. طيب في جهات أخرى مثلا حكومية، قطاع خاص غير ربحي، تتيح مجال التطوع من أجل مشاريع أصلا هي غير ربحية. هنا كلام تاني، هنا مقبول أن يكون هذا التطوع موجود ونحفز عليه. ليه؟ لأنه هذا المشروع قائم بذاته من أجل أن يغذي ذاته، فلا بد أن يكون هناك متطوعين شغوفين بإنجاز هذه المهمة. هنا التطوع ما هو مساعدة أيضا، ولأنه أصلا غير ربحي. أيوه. فهنا التطوع بالعكس يعني يحفز الواحد. لذلك التطوع سبحان الله، إذا كان الشخص يجد أنه أنا الشيء اللي بعطيه قليل، هذا مثلا إذا قال لنفسه كده، بس التطوع ترى يعطيه مرة أشياء كثير. أهم شيء تطوع بشكل خاص. إيش يعني؟ يعني أقصد تطوع بشكل متخصص.
اللي يتطوع في الجانب التقني، اللي يتطوع في جانب إنقاذ الحيوانات ككلاب أو بساس، اللي يتطوع مثلا في جانب صحي، اللي يتطوع في جانب توعوي من خلال أي وسيلة تواصل، اللي يتطوع في أنه هو إيش يسوي مثلا، يلفلف الشوارع ويشوف أي جذع شجرة طايح. أعرف واحد كان يلفلف الدائري في الرياض عشان ينقذ البساس اللي في الرصيف، عارف أنت الدائري في الرصيف اللي في الوسط، السيارات رايحة جاية 120، فالبسة إذا نطتها تموت. صح، فهذا الشخص يجي ويتطوع في إنقاذ البساس اللي على الرصيف في الدائري، يشيلهم ويحطهم إيش على بر الأمان. فسألته قلت له قديش بتاخد في اليوم؟ قال لي يعني في اليوم 4 5 ساعات يقضيها في الجري ورا البساس، يدخلهم في أقفاص ويخرجهم على المنطقة الآمنة عشان لا يندعسوا في الوسط في الدائري. فالتطوع ما يحمل فقط الصور النمطية أو فقط الجانب الإغاثي، هو أكثر وأكبر من ذلك، وترى على مستوى يعني حكومات، مو بس على مستوى أفراد. لذلك التطوع بابه واسع وكبير جدا. حتى مساعدة الآخرين تطوع. حضرتك ما شاء الله مبدع بهذه الناحية. حنجي إن شاء الله للسؤال. طيب، وجودك ضمن وسط محاط بالمثقفين والمنجزين ما شاء الله تبارك الله، هل هذا الشيء يعطيك حافز أو دافع لاستمرارية السعي، أم أنه يرهق هذا السعي؟ شوفي، لما قلت يرهق عجبني هذا الشق من السؤال. أكيد أكيد وجود الأشخاص اللي يشاركون نفس الوسط، الاهتمام والتأثير، حتما راح يقووا هذه الحلقات ويقووا هذا الإشعاع الموجود في كل دائرة في كل حلقة، وبكده هنكون نحن قريبين جدا من الأشياء اللي قاعدين نحققها. فمثلا تلاقي شخص موهوب كصوت أو كعزف، ولكن اللي حوله ما في ولا أحد موسيقي ولا أحد صوته جميل، طب بلاش أحد صوته جميل ولا أحد يشجعه حتى، فبكده هو جالس يحفز نفسه بذاته. أي نعم، وسائل التواصل أزالت هذه الحواجز ما بيننا وما بين الناس، بمعنى أنه أقدر ألتقي بمئات الآخرين وأنا جالس في غرفتي هنا من خلال أي وسيلة أخرى، وبكده هم حولي، بكده هم محفز لي، جيد. ولكن في الواقع نحتاج أيضا إلى وجودهم، لأنه لا يمكن أن ينفصل، لا يمكن أن يتشابه ما نراه افتراضيا بين ما نراه واقعيا. هناك أمور حتما ستكون منقوصة ونحتاج إليها، عشان كده وجود هذا الوسط يقوينا، يحفزنا، يخلي الشعلة شغالة في الشغف. فمثلا أوكي، أنا أقرأ يوميا، وأوقات لما تجيني حالة فتور أنا محاط أصلا بأشخاص قراء، وحتى الأوساط اللي أشتغل فيها كعمل تحفز على 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 القراءة، تحفز على أن أكون بجانب الأدب بجانب الكتاب. الثقافة. إيه، فهذا الشيء هيساعد طبعا بأن تستيقظ هذه الشعلة من جديد. تمام، طب نروح للجانب المرهق اللي انت قلتي، أم هو إرهاق أم إرهاق؟ أيوة، نحن بشر نحتاج أن نفصل، نحن بشر نحتاج أنه مو كل شيء كده يكون له هدف مفيد، نبغى تكون أهداف من أجل المتعة، من أجل قضاء اللحظة، من أجل لا شيء، من أجل الفراغ. مو لازم أوقاتنا تكون كلها مليانة بأشياء إنجازية، أوقات الإنجاز يتحقق عندما تكون في أوقاتنا، عندما يكون في أوقاتنا فراغ، أو شيء يعني ما له داعي في عيون الناس بس له داعي في عيوننا، نحن مبسوطين بهذا التفاهة اللي قاعدين نسويها بشر. لذلك مو دائما كده إنني أستمتع بصحبة الكتاب ورفقة المثقفين، لا لا لا، هذه المثاليات ما لها داعي. نعيش حياتنا بشكل متوازن، نقرأ وننبسط ونضحك ونفل وكل حاجة، ما في شيء يتعارض مع شيء. صح، تمام، ونعطي لكل شيء مقامه، وحالة التوازن مهمة.
ليه حالة التوازن مهمة؟ عشان في النهاية كل هذه السلوكيات والأفعال تنصب في شخص واحد، فلا أجيب العيد أقول أنا بشر، لا لابد من حكاية التوازن دي. وأعرف كيف لما أستثمر وقتي في متعتي، كيف أستثمرها بطريقة يعني بطريقة ما تضرني، كمان بطريقة ما تضرني، إذا زيد عن يعني حد بنقلل التسلية الضرر. قيمة، التسلية قيمة، وكمان الإنجاز حلو، لكن أرحم نفسك. أيوة أرحم نفسها. أرحم نفسك. فعشان على قولك يعني أحمد، خلينا نلخص ما قلناه. النقاط. أيوة دائما خلي حولك الناس اللي مو اللي يشبهوك، لا اللي نفس الوسط معك، بس حتى لو اختلفوا معك. فمو كل الناس مثلا يحبوا يقروا روايات، مو معنى ذلك انك تكون انك انت تحب تقرا روايه فتكون مع الناس اللي يحبوا يقروا روايات، لا لا لا، عاد اجلس مع اللي يقرا فلسفه واللي يقرا فكر واللي اصلا ما يقرا، واللي لانه اكيد لكل ملمح هناك وجه جديد. أكيد معك حق. طيب الكتابة مختلفة عن الفضفضة، لكن لك رأي خاص بهذا الموضوع، هل ترى بأن الكتابة، أو هل الكتابة بالنسبة لك مكاشفة قد تفصح ما في داخلك، لهذا أنت تتحاشاها؟ الله، ايش السؤال ده العميق. يعني أنا عارف أن عندك فكرة عن الكتابة مختلفة، فحابة أني طيب أوضحها اليوم. شكرا، سؤالك استاذة منى رائع. الله يسعدك. الكتابة كبوح حق للجميع، الكتابة كأداة أو وسيلة نعبر من خلالها أداة للجميع، لا يمكن أن نمنع أحد من أن يكتب. ولكن عند النشر هنا الكتابة ليست بوح فقط، هنا الكتابة من أجل أن أوصل فكرة، أن أوصل صورة جمالية سواء كانت أدبية أو فنية، مع أن الأدب هو فن، ولكن بشكل عام أريد أن أصل برسالة ما من خلال ما أكتب. أريد أن أنقل صورة، رأي، زاوية أخرى، وجهة نظر هنا في متلقي آخر. لذلك في كتاب اسمه العنس شوف كيف تندخل في بعض، النص المعنف لعبد السلام عبد الدايم سلامي، بيقول أن النص يمر بثلاثة مراحل: تكون من قبل الكاتب، وهناك تكون آخر من قبل إيش؟ النص نفسه، لما تنطبخ الفكرة دي وتظهر من خلال ما نكتب، هذا التكوين ايش الثاني. التكوين الثالث عندما يتفاعل هذا النص المكتوب مع القارئ، فهذا تحول ثالث. لذلك النص يمر بثلاثة تحولات. معنى ذلك انه عندما اكتب للاخر او عندما اكتب، فانا لا اكتب لنفسي. كثير من الكتاب يقولوا نحن نكتب لاجلنا، نعم انت تكتب لاجلك في مرحلة ما، ولكن في مرحلة أخرى عندما ينشر الكتاب فهناك قارئ، هناك متلقي يتفاعل مع هذا النص، وبكرة ممكن ينقدك، يوصل فكرتك. فلا تقول والله أبعد هذا النقد أو أبعد هذا الرأي، لا حتما سأستقبله بكل صحيح. هنا عندما يأخذ النص تحول إلى أن يكون له متلقي، ولكن رجع عندما الصدى، اللي هو نسميه رجع الصدى. أيوة هو يعني قد يكون أكثر من رجع صدى. قولي ليش؟ لأنه أوقات النص لما يخرج وينشر يعني ككتاب، فحتى يكون شيئا منا قد سكن في بيوت الآخرين، فنشعر حتى بحالة من التعري بأننا منكشفون على الآخرين في منازلهم. وهذه ربما فلسفة، ولكنها رأي أراه عندما يكتب الكاتب، فكيف سيكون في بيوت قرائه؟ لكن عندما يكتب الكاتب لنفسه كشيء من البوح، فهذا طبعا يعني حق للجميع. بس إيش اللي قاعد يصير يا أستاذة منى؟ اللي قاعد يصير إنه بعض الناس لما يكتبوا كتابة كده بينه وبين نفسه، أو تكتب هي كتابة بينها وبين نفسها، واو صارت 30 40
اللي حولها يلا يلا انشر انشري، او يلا يلا انشر، ياخذ الكتاب ويروح لدار النشر، ايش دار النشر ينصب عليه ب 10,000 ريال او مش عارف كم، وانشر الكتاب. بعدين يقول يا الله انه مليء بالاخطاء اللغويه والبلاغيه. طب هو اصلا من الاساس كان للنشر؟ لا والله، بس حفزوني وشجعوني. وانتم المجتمع سلبي، وانتم لا تشجعون الموهوب. لا لا، اهدى اهدى يا حبيبي، مو كده. ترى اللي قاعد اقرا لك يعني برضو له راي، مو انت لما كتبت ما كان لك راي في التصميم وفي عنوان الكتاب وفي نشره، طب برضو القارئ له راي، فان يعطي رايه، عليك ان تتحمل. طيب، لذلك اي كتابه بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك، خليها لنفسك للي حولك. ولكن عندما تبدأ عشان تكتب كتاب لأجل الآخرين، فأكتبه من أجل الآخرين، وأيضا أنت موجود فيما تكتب حتما. صحيح، أتفق معك وأختلف بنفس الوقت. يلا يعني قولي لي، أبى أسمع رأيك المختلف. ليش؟ أنا اليوم عشان أسمع رأيك. واو والله أستاذة منى، جميل جميل. لا، لكن يعني لو حبيت رأيي، أنا أشوف إنه الكتاب أنواع مثل ما القراء يعني أنواع. في كاتب مهني، يعني كاتب إعلامي يكتب خبر وتقرير و يعني أشياء مهنية، الكتابة الإعلامية. في كاتب يفضفض، يعني عنده مشاعر حاب انه يفضفض عنها وينشرها، طبعا زي ما قلت حضرتك، وهذا الشيء خطأ. في كاتب يكون لسان حال المجتمع، يعني هو قادر انه يتقمص شخصية مثلا صديق، اخ، قادر انه يعبر عن مشاعره، قادر انه يعيش هذه الحالة ويوصفها، لدرجة لو قرأت النص حتقول يا الله ايش المأساة اللي هو فيها، لكن حقيقة هو وظف مشاعر المأساة بما يتناسب مع حالة يعني الكثير من البشر اللي ممكن يشعروا فيها، وبنفس الوقت كتبها من منطلق مشاعره، لكن مو شرط انه هو اللي عايشها. يعني طبعا ففي كتابة أنواع، وأنا معاك انه الفضفضة لازم تكون حبيسة الأدراج. اوقات الفضفضه فضفضة يعني هي عشان لا اظلم يعني انت، شوف النقاش حتما راح يظهر ويبلور الراي بطريقه افضل. الفضفضه لها اشكال ايضا، فكثير من الرسائل التي كتبت ما بين شخصين واديبين وفنانين نشرت، وكانت هي عفوية وبسيطة، ولكن حملت في داخلها شيء من الإلهام، شيء من الألم، شيء فعلا من جلب الشعور من قبل القارئ، زي رسائل فريدة كالو، زي رسائل ميلينا الرسائل لوكافكا. المتبادلة من أدب الرسائل، أيوه، كل ما ف كتب تحت أدب الرسائل. أيوه، حتى في الأغاني، حتى يعني آخر ما غنت تاليدا، آخر ما غنت، مو آخر ما غنت بس لسه ما زالت تغني، سيلين ديون، آخر ما كتبت فريدة كالو، آخر ما كتب إرنست همنجواي، كانت فضفضة، ولكن فجر الإلهام من خلال هذه النصوص اللي فضفضوا بها. ولكن اللي كنت أقصده ليست هذه الفضفضة، اللي كنت أقصده إنه أوقات يكون القلم غير ناضج، يكون القلم كده ما زال يسارر كاتبه، وكأنه يقول له ما زال الذي بيننا سر، لا صح، نفضحه، لا نفضحه الآن. الفضيحة حميدة في هذا النوع، ولكن مو دحين، خليها بعدين شوية. هذه الفترة اللي أنا قصدتها اللي حضرتك نعم دحين بتقول عنها، اللي هي المشاعر اللي قد تتبدل فيما بعد وقد يندم الكاتب على نشرها. يعني في اللي حضرتك الآن شرحتها، مو أي فضفضة اللي هي كانت بين شخصين، أو يعني دخلت ما شاء الله من أفضل ما كتب نعم من أدب الرسائل أو غيرها، حتى السيرة صحيح، الذاتية يعني يا أحيانا. سلام. هي السيرة الذاتية، يعني السيرة الذاتية عندك رجاء علاش كتب لا تولد قبيحا، وكانت سيرة يعني منكشفة كثيرا. أيضا سيرة محمد شكري في الخبز الحافي كانت منكشفة.
في سير. وشوفي هذا موضوع السير، واو، موضوع السير هو يعني إلى أي درجة يمكن للكاتب أو لكاتب السيرة أن يكون صريحا وأن يملك الأسلوب الأدبي وكذلك نقدر نقول الخلفية التاريخية لكل ما يكتب، لأنه سيكتب عن ماضي، يكتب عن تاريخ، عرفتي؟ طبعا موضوع السير ده موضوع تاني، بس فعلا يعني طب الآن السؤال، هل الكتابة بالنسبة لك مكاشفة لهذا أنت تتحاشاها؟ ايوه ايوه لذلك اكتب، ولكن اكتب من خلال عدة عدسات. كيف اقولها يعني فلاتر فلاتر تمر يمر النص بفلاتر عندك؟ هي فلاتر خاصة بي، ما هو خوفا من القارئ او ممن يتلقى هذه التغريده او هذه الكتابه، ولكن حتى احمي نفسي عندما اعود لهذا النص من جديد. يمكن يتغير رايي بعدين، يمكن ممكن خلاص، يمكن خلاص يعني اكتب فعلا ويخرج كتابي الاول، ممكن ممكن. ممكن نكسبك ككاتب أيضا إن شاء الله فيما بعد. والله يعني ما هو بعيد، ما هو بعيد، إن شاء الله يا ما رب هو بعيد، الله نعم. يوفقك. طيب ما شاء الله تبارك الله، من يعرفك على أرض الواقع أو حتى من خلال التعامل معك يشهد بأخلاقك ولهفتك وحبك لعملك وأيضا مساعدة الآخرين. سؤالي هنا، هل فقدت الدعم في يوم من الأيام لهذا أنت الآن تعطيه، يعني لهذا أنت تعطيه الآن، أم أنك حصلت على ما يكفي منه لهذا أنت لهذا تفيض به؟ عيد سؤال السؤال. عميق، سؤال عميق جدا أستاذة منى. أول شيء شكرا على إطرائك، وكل ما أقوم به من أجل الآخرين أقوم به بحب وبشغف وباهتمام. هذه حقيقة، يعني أنا وهذه حقيقة، هذه ثقة حقيقة وشفتها مشاعري. على أرض الواقع من خلال معارض الكتب وأيضا حتى من خلال التواصل مع حضرتك، وكنت للأمانة يعني لازم أقولها أول شخص دعمني في كتابي، يعني أول شخص شكرا. تواصلت معاه في الكتاب كان أستاذ أحمد طابعجي، وكان جدا إنسان متواضع وخلوق حتى بطريقة قبول الكتاب، فشكرا جزيلا والله يعني الشكر، الشكر أقوله. لك، تسلم، شكرا لك أستاذ الله منى. يعطيك يعني العافية. وسعيد بأني كنت جزء من الأشخاص الباحثين عن الدهشة في كتابك. شكرا. شوفي، من أنا صغير وموضوع العطاء ده في حياتي، يعني أنا أذكر لما كنت ثالثة ابتدائي كنت أضبط الجمعات في الفسحة عشان نفطر مع بعض نحن كطلاب كأصحاب يعني، وهذا في ثالثة ابتدائي، وكان تليفون بيت عارفة يعني، ما كان في جوالات وكذا، فكنت أدق عليهم الليل اللي قبل، ها أنت إيش هتجيب؟ فول أنت، سيفن أنت، معجنات، مش عارف إيه، فنشعر بثقة في اليوم التالي ونحن نجمع الطاولات ببعض ونفرش السفر ونحط الأكل بأننا مسؤولين عن وجبة، لكل شخص له مهمة وأنا من فوض هذه المهام، وتزداد الثقة عندما يشاركنا مين المعلمين، يجوا كده ويأكلوا، وأشوف أستاذ الرياضيات اللي ما قد عمري شفته يشرب شاي صح الآن واقف يأكل معايا، واو، كان شعور رائع وقوي عند طفل عمره، عند طفل ثالثة ابتدائي مهمته هي تجميع أصحابه عشان يسووا وليمة فطور في الفسحة اللي كان مدتها نص ساعة. لذلك نما معايا العطاء. أبوي وأمي الله يرحمهم يعني ما يرحم. كان لهم دور كبير في تعزيز أن نكون أخوة مع بعض كده، كل واحد يده على الثاني، والحمد لله يعني هذه كلها تساعد في أن الشخص إيش يعطي، ومن أصله، مو يعطي من أجل مصلحة أو يعطي عشان والله. ويختلف العطاء، أوقات العطاء، أوقات العطاء يكون رفض، تخيلي يعني كيف مثلا العطاء يكون رفض، بأنه
ما اقدر انا اساعدك. يعني مثلا انا اقول لك على شيء، أمم عرض علي مره من مستشفى اني اكتب قصه في اهميه التبرع بالاعضاء للاطفال. قلت يا ساتر، ده انا اذا كتبت القصه هموت. يا يعني الله لانه انا يعني اروي قصص ما اكتب. وغير كده موضوع التبرع بالاعضاء هو فعل جليل وعظيم جدا، فلابد ان اصيغ القصه بطريقه يقبلها الطفل، صحيح كمن يقدم للطفل معنى الموت، معنى الفقد، معنى الابوين المنفصلين، معنى اي معنى من هذه المعاني اللي فيها معاناه. المواضيع الحساسة يا اللي سلام، تحتاج نعم، مواضيع الجنس، مواضيع العنصرية، هذه كيف كلها أقدمها للأطفال؟ هنا الموضوع ما هو بسيط، وله عليك أن تفعل، عليك أن لا تفعل، لا، موضوع مرة كبير. المهم، فهنا قلت لا، أعتذر، أعتذر. طب من هنا لا، أنا ما أقدر. فهذا أيضا عطاء. ليش؟ لأنه لو قلت إيه، وهجيب العيد في نفسي وهجيب العيد في الآخرين. فالعطاء مسؤولية، العطاء ما هو باب مفتوح. العطاء لابد أن يكون الشخص مسؤولا عنه، حتى يكون فيه إتقان وإخلاص. فلذلك عطائي نابع عن شغف، والعطاء حياة. يعني الواحد يحس نفسه عايش لما يلاقي إنه غيره جالس يعيش معه. صدقت. طب الدعم، هل فقدته في حياتك أم لا، حصلت على ما يكفي منه؟ لا، الحمد لله موجود. الحمد لله. اي موجود. يعني يعني تاريخية الدعم، ها، كتاب، ما الدعم في حياتك، لكن الدعم موجود من زمان، ممتن لكل الأشخاص الذين قابلتهم ولم يعرفوني ولم أعرفهم، بل كانوا سببا في أي خطوة تقدم في حياتي، حتى وإن كان التقدم ده فشل. الفشل يعني برضو هو خطوة تقدم. ممتن لكل الأشخاص اللي كانوا موجودين في فترة ومشوا. كل شخص في حياتي كان له أثر حتما. ممتن للعائلة القريبة، لزوجتي، لأولادي، كل يعني كل واحد منهم بيعطيني دعم مناسب له، سواء كان زوجة، صحيح. لا، حمزة، ريم، رجاء، كل شخص، الله يحفظهم لك، ما شاء الله عليهم يعني. أخواني، يعني سومة وعمر عبد الرحمن، كل شخص لهم له يد ساعد فيها بشكل ما هو عارف. فالحمد لله. الأشخاص الله. الكبار، يعني أنا ما أبغى أذكر كل الأسماء لأني راح أضيع، بس في صحيح. أسماء كبيرة كان لها داعم، زي معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف، دكتور محمد بسيوني، في أشخاص مرة كثير، فما أبغى أذكر اسم وأنسى اسم فعلا آخر. فعلا أسماء كثيرة. الله يحفظ أهلك وعائلتك وكل أحبابك إن شاء الله. الظروف السيئة وتحديات الحياة من فقد وألم وصعوبات قد توقف البعض وقد تحفز البعض الآخر. واجهتك أحداث كثيرة في حياتك، كيف تعاملت معها؟ كيف جعلتها حافز ودافع دون أن توقفك أو حتى ترجعك للوراء؟ شوف، في حياتي في مطبات بجد كثير صقلت من أحمد الموجود الآن. ما هو نوع من المباهاة أو من الاستعراض لتجربة، ولكنها واقع وحقيقة، فما أنا إلا راويا لهذه الوقائع اللي حدثت في حياتي. فبدأت بفقد أمي الله يرحمها، الله يرحمها. وبعدين وقتها عاد لابد أكون السند لوالدي في تربية أخواني، ومو بس تربية، يعني أنا برضو كنت صغير، يعني كنت أولى متوسط، فإيه اللي ربي هو أولى متوسط، ولكن كانت مسؤولية. بعد كده مرت الحياة، وكان هناك مسؤولية في الجامعة على قدر ذلك العمر، ها، في إنه إيش أختار، أي تخصص. فبعد ما درست الهندسة 3 سنوات نقلت إلى إعلام، وكان المجتمع، وكنت أنا ضد نفسي، ولكن وجدت إنه أنت مع نفسك يا أحمد، لانه انت في الهندسه، انت في الاعلام، لذلك رحت للشيء اللي احبه وسط اعتراض
من اللي حولي، وهذا نرجع للنقطة اللي ذكرتها قبل شوية، نقطة من هم حولك، هل هم دائما في صفك؟ لا، أوقات اللي حولك ما يكونوا في صفك، بس لإيمانك بفكرة، لإيمانك وتحديك بدون غفلة يعني، ها، لإيمانك وتحديك بأنه الشيء اللي أنت رايحت له فعلا مناسب لي، ها، انطلق. فهذه أيضا كانت يعني عقبة، موضوع التحول الجامعي من تخصص إلى تخصص. وفاة والدي الله يرحمه، الله برضو في يرحمه. المرحلة الجامعية، وسط مسؤوليات مرة كثير كانت عندي، كنت يعني بادي حياة زوجية، وعندي أولاد، يعني عندي أخواني، وكنت متطوع في وماسك كذا نادي تطوعي، وكنت مشرف ومقدم لأحدية اللي هي صالون ثقافي اسمها، ومتعاون مع إذاعة جدة، واه 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 واه، ما شاء وأدرس الله في الجامعة، يعني كانت مسؤوليات القضاء، بس الحمد لله يعني بتوفيق من الله مشيت. مشاكل في الحياة، مشاكل في كل شيء يعني، تحديات كثيرة كأي شخص يعني. أيوة حتما، وحتما في تحديات أخرى خاصة، مثل تحديات في أول مشروع تجاري اللي هو كتابك طبعا لبيتك اللي كنت أبيع واشتري فيه الكتب. هذه كلها صقلتني، هذه كلها إيش، ركبتني وشكلتني. بس في نقطة مرة مهمة، وهي الحمد لله وشكره على أن يلهمني دائما الصبر والهدوء. فأنا أذكر في أشد المواقف اللي كنت فيها مرتبك، اللي كنت فيها خايف، اللي كنت فيها مفزوع كده، في يعني كأنه الله سبحانه وتعالى ينزل لي إيش، سحابة محاطة بيا تشعرني رحمة. بحالة من الركود والاتزان. فهذه يعني أشعر بها في لحظات مرة صعبة، أجد أن هذه السحابة حولي، فأشكر الله يعني وأعلم يقينا بأنها من الله، أتت لتسكنني وتجعلني مطمئنا. فهذه أنا ما أنساها يعني، دائما في حياتي ترافقني في أوقات الأزمات. لطف الله دائما حولنا، أيوة فعلا اللطف، هذا اللطف، الشيء نعم، نستشعره دائما. اللطف والستر، الحمد لله. فعلا أنا دائما أقول إنه درب هو حديث الصديق إلى صديقه، ودائما المعلومات اللي فيه واقعية ومختصرة وقريبة من الناس. اليوم أثبتت لي هذا الشيء لأنه معك فعلا كان الحديث جدا عفوي وجدا قريب من القلب. شكرا. واحنا عارفين انه دائما يعني بعض الظروف تكسر وبعض الظروف يعني توقف، هذا شيء حقيقي. واليوم معك مع كل الظروف هذه اللي احاطت فيك وطريقة تعاملك معاها ووصولك اليوم لهذا يعني لهذه المكانة ما شاء الله تبارك الله المجتمعية، وحضرتك يعني انت وزوجتك الله يحفظكم اب وام رائعين لأطفال ما شاء الله تبارك الله قراء ومتميزين. فيعني ما شاء الله هذا شيء نفخر به جميعا، ويعطيك ألف عافية. في عندنا سؤال واحد نشوفه مع بعض، لو نفتح الشاتنج بيكون تفتح للتعليقات. ايوه، ايش رايك؟ أوكي مو مشكلة. بما انه معانا وقت الان، شكرا على كلماتك استاذه منى، شكرا لك. وأرجع أقول هذه حقيقة فعلا أنا لمستها يعني على أرض الواقع تسلمي. مو من خلال اللقاء فقط. أي سؤال أو مداخلة حابين تسألوها الأستاذ أحمد؟ وأشوف السؤال اللي معانا بيستفسر عن موضوع الموضوع ايش؟ عن موضوع البث. اوكي تمام. تسلمي، شكرا الله يخليك. شكرا. لا مو انت، قاعد اشكر الموجودين. وأنا قاعدة بشكر، أنا قاعدة بشكرهم. شعاع وصفاء، ومين كمان؟ ونسيم، استاذ نسيم، اهلا الله وسهلا، يبكي. امسي عليك بالخير. الله يعافيك. يعني خليني أذكر برضو لكل الموجودين معانا هنا على اللايف، أنا موجود على سناب أكثر،
وتفاعل أكبر فيما أقدم لتحفيز الآخرين على القراءة، سواء كانوا أطفالا أو كبارا. فهناك يعني بيكون تفاعلي أكبر، التواصل أكثر. ممتاز. فأرحب بالجميع على سنابي، وتقدروا تعرفوه من الانستغرام برضو. الانستغرام بس الانستغرام بالنسبة لي أعتبره أرشيف صور. تويتر أعتبره كده رصاصات كتابية أكتبها بين، إن كانت رصاصات ربما قد تكون ذرات أو نسمات، فتويتر موضوع للنقاش، موضوع للبوح بالأفكار. السناب لا، هو المادة، عفوا المنصة ربما المنصة اللي من اللي خلال تنطلق إيه منها دائما إيه بتغطياتك وحتى مواضيعك. أما اللقاءات وبعض التغطيات موجودة على اليوتيوب، بمجرد أن تكتب أحمد طباج هيظهر لكم. وبرضو عندي في أكاديمية عصارة، هذه المنصة الإلكترونية، في 10 محاضرات هناك ما شاء مسجلة الله. وتقدر ترجعوا لها، وموجودة يعني على طول متى ما وجدت هذه المنصة أكاديمية عصارة. طيب في أحد بيقول هناك من يقول أن الأدب ليس من الضروري أن يقدم رسالة. إيش ترد عليه؟ أي مو لازم الأدب يقدم رسالة، بس ما هي رسالة؟ هل يقصد بكلمة رسالة أي هدف أو قيمة أو قيم أو مجد ما أو طموح ما؟ لا، قد تكون الرسالة هي ما أكتب. قد تكون الرسالة هي ما أكتب فقط، يعني ليست الرسالة ضمنية، بل في ظاهرها، في ظاهر ما أكتب من كلمات، من جمال تعبيري هذا المقصود. فليست المقصود بالرسالة أن تكون يعني تحمل هدف أو فائدة أو قيمة ما. في توضيح أيضا يمكن طالبينه. عندي سؤال، ليه الأستاذ قال الكاتب ما يصير ينشر كتابه ويعبر عن مشاعره؟ فأعتقد عندك توضيح. لا، أكتبه وأنشره، بس أنا اللي أقصده إنه لا تنشر كتابك الأول إلا إذا كان أنت مستهدف منه إنه هناك قارئ. تمام؟ عشان كده شرحت حكاية تحولات النص من الكاتب للنص المكتوب للقارئ. فإذا كان النص اللي أنت جالس تكتبه أو النص اللي أنت قاعد تكتبيه جاهز بأن يقرأ غيرك، أنشره. لكن إذا كان النص المكتوب هو بس لك أنت، فخليه لك أنت بس. لكن بالعكس والله، يعني على فكرة يا جماعة، والله يمكن تقريبا شبه أسبوعي وتجيني إهداءات، وأنا ممتلك كل هذه الكتب اللي توصلني من كتاب وكاتبات وأسعد بها. ولا ما كان هذه الإهداءات بتوصل إلا لأنه فعلا في علاقة جيدة الحمد لله ما بيني وما بين أي كاتب بيكتب كتابه الأول أو أي كاتبة بتكتب كتابها الأول. لأني مؤمن بأن القلم حر للجميع، وأي شخص يقدر يكتب، أي شخص يقدر ينشر. بس إذا سألتوني كرأي شخصي، أقول إنه لا تنشر كتابك الأول إلا إذا كنت حاطط في بالك إنه في قارئ راح يقرأه بس. صح، وجاهز للنقد وجاهز لكثير أمور. طيب وقوي الخط قلبك، قوي قلبك يا الكاتب إذا كتبت كتابك الأول. أيوه. الخوف من الفشل عند بدء أي مشروع جديد، كيف تقاوم هذا الشعور؟ شوفي، كان عندي خوف من إنه يفشل متجر كتابك لبيتك، بس لقيت إنه اللحظة مواتية ولابد إني أبدأ. فاللي شجعني هو إنه في ظرف خارجي اسمه معرض الرياض الدولي للكتاب 2014، هذاك الوقت بدأ. فلازم أبدأ الشيء اللي أنا خايف منه، إنه أبدأ ولا ما أبدأ. فبدأت متجر كتابك لبيتك، وصرت أوصل كتب للقراء، واستمر المتجر بعد كده 4 سنوات. طيب، شيء ثاني أحمد، شيء أنت فشلت فيه أو شيء مثلا، أوكي. كنت متحدث في تيد، هذه المنصة العالمية، وموجود لقائي على اليوتيوب. ففي البداية يا الله كيف أطلع قدام الجمهور، كان عددهم تقريبا 1000.
وكيف يا الله ومش عارف ايه، بس بعدين وجدت انه في شيء راح يقويني اكثر بعد توفيق الله وذكره، وهو الاعداد. فكنت كل ما اقرا وكل ما اعد نفسي للماده اللي راح القيها في تيدكس، كل ما كنت اقوى ومتشجع، وبكده قل مستوى الفشل. اذا تلخيصا للجواب، الفشل موجود، تمام؟ وهذا خلينا نسميه قلق، ها، قلق الطبيعي نسميه قلق موجود، حتى وانت طالع وبتحقق انجاز، واو موجود، موجود هذا القلق. بس متى يقل؟ كل ما كان الاستعداد اكثر، سواء كان بظرف داخلي او ظرف خارجي. صح فعلا، الإعداد مهم وحتى يعطيك الثقة إنك تواجه. خلاص أنت متمكن من المادة اللي حتقدمها، متمكن من عندك يعني، خلاص مستعد. ويلي سألت السؤال، والله ما أخفيك، مع أنه خلاص الجميع الآن بيطالع، فما عاد أخفيكم شيء في هذه النقطة، وهي أنه في كل مرة أروي قصة للأطفال أو أقوم بتدريب أو تقديم محاضرة، هناك شيء من القلق يلعب في حسبتي، ولكن أتغلب عليه ليس بإبعاده، موجود، ولكن بتقوية نفسي أكثر في الشيء اللي أنا قاعد أقدمه. بس صح فعلا، أنا لا أستطيع أن أروي قصص الأطفال. في هنا سؤال، كيف أتعلم هذه العادة أو هالعادة مكتوبة؟ طيب تمام، بخطوات. طيب عشان الوقت خلاص أزف، هذا كتاب للأطفال، هذا مو كتاب أطفال، كتابك أنت يا منى. هذا كتاب للأطفال. أشوف أول شيء الكتاب ومدى مناسبته بأن أرويه، لأنه في كتب قصصية للأطفال ما هي مناسبة لأن تروى، تمام؟ مناسب أن أرويه؟ أيوه مناسب، حلو جميل. من هي الفئة المستهدفة؟ إذن الكتاب مناسب لأن يكون مرويا. الخطوة الثانية، من هي الفئة المستهدفة؟ أطفال من عمر كم لكم؟ عشان على شكله يتغير الأسلوب. النقطة الثالثة، أقرأ القصة، أحفظ القصة، أمثل القصة، أروي القصة بيني وبين نفسي أو بيني وبين اللي حواليني، اللي في البيت أو اللي هنا، تمام؟ إذا هذه الخطوة الرابعة، أحفظ القصة وأتمكن منها جيدا. الخطوة الخامسة، بعد ما احفظ القصه افتح شبابيك في القصه عشان تكون قصه تفاعليه. بمعنى ولكن عندما ذهب الديك وترك الدجاجات خلفه الى تلك القريه البعيده، ظن ان الشبح او ذلك الرجل قد هرب من المدينه. ماذا كان يفعل ذلك الرجل؟ طبعا هذا يعني مقطع من قصة، فحتما هذا الرجل الغريب كان يعمل شيء في القصة، فبكده أنا أنشط ذاكرة الأطفال في أن يقولوا لي كان يسوي كده، لا كان يسوي كده، مش عارف إيه. إذا هذه الخطوة الخامسة، في أني أنا أستحضر أسئلة في ذهني كراوي قصة عشان أخلي القصة تفاعلية. أعيد من جديد، كتاب مناسب لأن يروى، الفئة العمرية تكون جيدة، أقرأ القصة وأحفظها وأتفاعل معها يعني مع نفسي، عيشها. أطلع أسئلة منها، وبعدين خلاص أرويها وأنا عايشها، أرويها بطريقة زي كده، بحيث إنه لو كان فيها صور أوري الصور، مو كده وبعدين ذهب مش عارف مين، لا، الآي كونتاكت راحت، ما فيش أي ترابط، لازم عيونك مع عيون الأطفال، ولا مانع ان الواحد يتحرك معه. صح، طرق رائعة وأكيد أفدت فيها الجميع. في أحد بيسأل عن كتابي الباحثون عن الدهشة، كيف وقتك أستاذ أحمد؟ انتهت الأسئلة، يعطيك ألف عافية، سعدنا بوجودك معنا اليوم وشرفتنا في نادي قراء أداة، ومرحب بك دائما عندنا، وشكرا من جد شكرا لوجودك معنا ولحديثك العفوي الرائع. أستاذة منى، شكرا لإعدادك لهذه الأسئلة الرائعة جدا، وهذا اللقاء اللي أنا من جد متحمس له، ولكل من هم خلف نادي قراء أداة، وللجمهور الأعزاء شكرا لكم، تصبحون على خير. كلنا اليوم سعدنا فيك وبمعلوماتك وحديثك العفوي، أرجع أكررها، وتابعونا دائما على مختلف منصات نادي قراء أداة ومختلف الحسابات،
تصبحون على خير، ويعطيك ألف عافية مرة ثانية أستاذ أحمد. شكرا 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 لوجودك لكم، معنا، بحفظ الله. سعيد دائما بوجودي معكم ومعك، شكرا لك، بأمان الله، يعطيك العافية.